احنا اتكلمنا كتير مع الناس على أهمية هذه القمة، لكن في حاجة مهمة جدا في اللقاءات اللي بتبقى على المستوى الرسمي اللي بيحضرها الرئيس، وهناك اللي هي اللقاءات اللي بتبقى بالتأكيد هي رسمية لكن المباحثات الثنائية اللي بتتم ما بين الرئيس ونظراء، ولقاءات واجتماعات بتتم ما بين الرئيس وما بين المسؤولين الكبار أو رؤساء الشركات الضخمة اللي بيعملها على هامش هذه المؤتمرات أو اللقاءات أو القمم الكبرى. عايزين نحاول نفهمها أكتر. يعني عشان نفهمها لابد نفهم فلسفة السياسة الخارجية المصرية. يعني في عهد الرئيس السيسي هناك علاقة ما بين السياسة الخارجية وبين الداخل أو التنمية في الداخل. حلو. أحد أهداف السياسة الخارجية الثوابتة وهدفها هو توظيف السياسة الخارجية وعلاقات مصر الجيدة في بناء شراكات مع الدول الكبرى، دول مختلفة، شراكات اقتصادية، سياسية، أمنية، بما ينعكس في نهاية المطاف على تعزيز التنمية في الداخل اللي في نهاية المطاف برضه هينعكس على المواطن المصري. بمعنى آخر يعني السؤال هو ما جدوى هذه الزيارات وهذه اللقاءات لابد لها في النهاية مردود أو مخرجات تنعكس على في نهايه المطاف نهايه خالص على المواطن المصري. ازاي؟ الرئيس السيسي دايما في احد اهداف السياسه الخارجيه هو تعزيز التنميه من خلال فتح اسواق جديده امام الاقتصاد المصري، عرض الفرص الواعده في مصر، هناك فرص يعني جاذبه للاستثمارات في مشروعات القوميه الكبرى، محور التنميه في قناه السويس، العاصمه الاداريه، في كل ارجاء مصر هناك مشروعات. مصر الان هي تعد من الدول المرشحه او الدول اللي نسميها الدول الجاذبه للاستثمار في ظل المزايا النسبيه اللي بتمتع بيها، مزايا اقتصاديه ومزايا سياسيه ومزايا امنيه، استقرار سياسي، استقرار امني، وهناك برنامج الاصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار ومناخ والفرص المختلفه في المشروعات القوميه، كل هذا بتمثل بيئه جاذبه في ظل طبعا الشرق الاوسط بيئه مضطرب، صراعات، حروب، حتى شرق اوروبا الان العالم كله مضطرب، في هناك روسيا وامريكا، وبالتالي راس المال يبحث عن المناطق الامنه الجاذبه. الاقتصاد المصري هو من الاقتصادات الوعيده لانه حقق طفرات تنميه كبيره، وبالتالي دائما نلاحظ في كل لقاءات الرئيس السيسي دائما الجانب الاقتصادي في هذه المحادثات سواء مع نظرائه او مع الرؤساء الرسميين، وجزء من البرنامج الزيارات دائما او اللقاءات الالتقاء بكبريات الشركات الكبرى الاقتصاديه الكبرى لعرض كل هذه الفرص الاقتصاديه لجذب الاستثمارات وفتح افاق امام الاقتصاد المصري، وبالتالي ده دائما في كل المحافل العلاقات الثنائيه او الزيارات الثنائيه او الزيارات في التجمعات الكبرى ومنها بالطبع القمه الاوروبيه الافريقيه، دائما وجدنا لقاءات مع الرئيس السيسي مع يعني رؤساء في افريقيا، في اوروبا، رئيس بلغاريا، رئيس بتاع المفاوضات الاوروبيه، هناك في السنغال، كينيا، يعني كلها تؤكد على ان دائما السياسه الخارجيه مسارات بتحكم هذه السياسه، احد المسارات هو تعظيم المصالح المصريه، المصالح السياسيه والمصالح الاقتصاديه.